السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة المفكر المغربي. وقبل الخوض في قراءة النظام الأساسي وشرح مواده، لا بد أن نشير إلى أن اليوم لا زال الحوار مستمرا، كما أن بعض التنسيقيات رفضت بعض مخرجات الحوار ودعت لإضرابات ووقفات احتجاجية، مما يفضي إلى استمرار هذه الأزمة التي عمرت طويلا. وننطلق في الباب التاسع المعنون بالعقوبات التأديبية. هذا الباب يضم مادتين 64 و65، تنصان على أن العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى هي الإنذار والتوبيخ، العقوبات من الدرجة الثانية هي الحرمان من الحركة الانتقالية لمدة سنتين، الحذف من لائحة الترقي، الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية، الانحدار برتبة واحدة، الانحدار برتبتين، الحرمان من المنحة المالية السنوية. أما العقوبات من الدرجة الثالثة فهي الحرمان من امتحان الكفاءة المهنية لمدة سنتين، الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار، الإقصاء المؤقت من العمل، مع الحرمان من أداء الأجرة، الخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 10 أيام في حدود 60 يوم، الحرمان من المنحة السنوية لمدة 3 سنوات. العقوبات من الدرجة الرابعة هي الإحالة على التقاعد، العزل والإعفاء. يترتب عن منح التشجيع محو العقوبة الإنذار، وعن التنويه محو عقوبة التوبيخ، ومنح ميزة الشرف يمحو جميع العقوبات. الباب العاشر عنوان بالمقتضيات المشتركة، يضم 9 مواد تنطلق من المادة 66 وتنتهي بانتهاء المادة 74، وتنص على ما يلي بيانه: تحديد الأرقام الاستدلالية للموظفين الإداريين والمفتشين، تحديد إسناد المهام للموارد البشرية والذي يتم بموجب قرار تنظيمي، مدة التدريس تحدد بقرار تنظيمي، الموارد البشرية تشارك إلزاما في التكوين المستمر، تحديد الرخصة السنوية في 22 يوما تقاضي الأجرة عند التكوين، إحداث لجان متساوية الأعضاء بقرار تنظيمي، تنظيم وضعية الإلحاق والوضع رهن الإشارة وفق ظهير 58 900 ألف. لا يمكن إحالة طور التدريس على الاستيداع أو الموافقة على استقالتهم إلا بعد نهاية الموسم الدراسي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.